أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي لقطاع غزة، مشيرا إلى أن غياب أفق القضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما تم التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في قطاع غزة. أهلا وسهلا بكم، أهلا بيك وبالوفد المرافق. أنا عارف أن أنت دي آخر محطة بجولتك الكبيرة، وده جهد كبير قوي أنت بذلته، واسمح لي أقول لك أن الأزمة اللي بتمر بمنطقتنا هي أزمة غير مسبوقة، بتحتاج مننا أن احنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم قوي ان نبدا كلامي بنقطه في منتهى الاهميه، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، اي مدنيين، وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويله جدا منذ اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، وكانت مصر بتقوم بدور ايجابي جدا جدا في كل الازمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهارده على خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل. مهم هنا إن احنا نذكر الحقيقة أمر في منتهى الأهمية. في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الأرقام اللي أنا هقولها دي، وأنا بذكرها من باب إن احنا نبقى قد إيه تأخرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين 12500 فلسطيني من المدنيين. من الجانب الإسرائيلي سقط منهم 2700، منهم 1500 اللي سقطوا في الأزمة الأخيرة. اللي أنا بقوله دي بيانات موجودة ومتاحة للجميع. فيما يخص الأطفال أو المصابين، قبل ما أتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100,000 مصاب ومن إسرائيل 12,000 مصاب. من الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني وسقط من إسرائيل 150 طفل. أنا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجية، لأن إحنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه يتجاوز رد الفعل حق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث من 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، واحنا ندين مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عباره عن تراكم من حالات الغضب والكراهيه ترتبت على مدى اكتر من 40 سنه، ان مفيش افق لايجاد حل للقضيه الفلسطينيه تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسال هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على ايجاد مخرج للازمه الحاليه؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى ليها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكن، أنت تحدثت وقلت أنك إنسان يهودي، وأنا اسمح لي أقول لك أن أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن ابدا يتعرضوا اي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف، وما حصلش في منطقتنا العربيه والاسلاميه ان تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في اوروبا، يمكن في اسبانيا، يمكن في دول اخرى، لكن في بلادنا العربيه والاسلاميه ما حصلش. لا، انا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا لان الموجه اللي اتشكلت في اعقاب الازمه موجه ضخمه جدا، واحنا محتاجين ان احنا نتحرك وبقوه وبعزم زي ما ذكرت لكم،
مهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزه، لان النهارده احنا بنتكلم على قطاع محاصر لا في ميه ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهارده ابتدت في ازمه خبز تتداعى. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا، انتوا موجودين هنا في المنطقه عشان تسمعونا احنا المعنيين بالقضيه والعالمين الى حد ما باسباب الازمات دي. لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين ومين اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايز مش عايز اقول عليك ورحب بيك اهلا وسهلا بالوفد المرافق دي، وان شاء الله يكون لقائنا ده فرصه كبيره جدا جدا وقوه دفع الى ايجاد حل للازمه الحاليه. Thank you very much, Mr. President. As always, it's good to see you. Pleasure. I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them. But inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last days, I think, makes clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also on a path forward that brings us to a better place. Thank you.